الجمعية العمومية للنادي الأهلي، خاصة إن المرحلة الجاية هتبقى مهمة. حضرتك تقول لهم إيه؟ بقول لهم يا أعضاء النادي الأهلي، يا جمعيته العمومية، أرجوكوا عشان خاطري وعشان خاطر النادي الأهلي قبلي وعشان مصر، نروح ونكمل العدد اللي هم بيحاولوا يعجزوا بيه النادي الأهلي، وإن شاء الله هيكمل. وبقول لكم هتيجي تحضر، تكتب اسمك وتحط صوتك وتمشي في 10 دقايق، في ربع ساعة، في ساعة يا سيدي، شوف حبايبك اللي ما تشوفهمش طول السنة أو كل 4 سنين مرة، وتمشي بالسلام. فعشان خاطري نكملها، بحيث إن احنا آخر النهار نعدي ال 12,500 اللي هم طالبينهم، ونوريهم إن احنا برضو أجدع منهم. سيادة اللواء سفير نور، يعني في الختام أنا بشكر حضرتك وتشرفت بوجود حضرتك معايا النهارده. لا ده أنا اللي سعيد جدا يعني. ودايما كده أشوف حضرتك والله بتمنى سعادة. أنا بتمنى الخير، وأتمنى إن النادي الأهلي بتاعنا ده اللي إحنا اتربينا فيه وإحنا عيال صغيرة، يعني ما حاجاش تضر وتأذيه، لا سيما إنه نادي فيه قيمة تربينا كلنا، احترام الكبير، ويعني حاجات حلوة كتير تعلمناها من النادي الأهلي. برضو بشكر حضرتك مرة تانية، والأهلي فوق الجميع. العفو، أنا سعيد جدا بلقائي معك. لسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل أستقبل نجوم الكرة الكبار، كابتن مصر النادي الأهلي كابتن محمد حشيش، وأيضا كابتن مصر النادي الأهلي كابتن جمال السيد. ما تروحوش بعيد، نادي الأهلي حديث.